متابعينا أهلا وسهلا بكم في افتتاحية جديدة من افتتاحيات الحوار. اليوم سوف نناقش موضوعا اعتقدنا لوهلة ما بأنه قد انتهى تماما، وذلك باستقالة المسمى بالشيخ الريسوني من رئاسة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، استقالة نحن نعرف جيدا سببها ونعرف خلفياتها، وذلك أن الريسوني كان قد أدلى بتصريحات لا يمكن أن ينطق بها رجل يمتلك ذرة من العقل. الريسوني الذي سبق وأن استغل منصبه في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين من أجل بث خطاب للعدوان، خطاب للكراهية، حيث كان قد طالب ملكه بإعلان النفير العام في الصحراء الغربية وفي على موريتانيا وعلى الجزائر. بعد ذلك كما تابعنا جميعا كانت هناك ردود أفعال عالمية تجب هذا التصريح الذي لا يليق بشيخ مسلم. استقال الريسوني ولم يعتذر ولم يتنازل عن موقفه الذي كما قلت تسبب في غضب الكثير من المسلمين. لم يحترم مشاعر الناس، لم يحترم لحيته البيضاء، واحتفل في مع عائلته على طريقة المطلقات الفيمينيست كما قلت سابقا بكعكة كتب عليها مبروك الاستقالة. وهذه إهانة للاتحاد، اتحاد العلماء المسلمين. لكن الريسوني لم يتوقف عند هذا الحد، يبدو أن هذا الشيخ قد أصابه فعلا الخرف ولا بد من الحجر عليه. عاد كالمراهقين يمارس الاستفزاز خلف شاشات الهاتف، وكتب بالأمس تغريدة، والله أنا صراحة لو كتبها مراهق لما عذرناه. الكلام اللي الآن سوف أقرأه عليكم وسوف يضعه المخرج على الشاشة، نقرأ بعض فقط بعض الجمل، سوف ندرك بأن هذا الشيخ قد أصيب بحالة النكوص، والنكوص هو الروتورداج، يعني العودة إلى المراهقة والعودة إلى الطفولة حيث يخف عقل الرجل. عنوان المقال: لماذا تزلزلت الجزائر وبقيت موريتانيا هادئة مطمئنة؟ العنوان فقط يوحي بأن هذا الرجل مريض أو يتمارض، لأنه الحقيقة أن الجزائر لم ترد على المستوى الرسمي، لم يكن هناك رد من الجزائر، كان هناك رد على المستوى الشعبي، كان هناك رد على المستوى الإعلامي، رد على مستوى المجتمع المدني، لكن السلطات الرسمية لا وزارة الخارجية ولا الممثلين عن الدولة قد ردوا على هذا التافه وهذا الشيخ التافه. هو يقول: لماذا تزلزلت الجزائر وبقيت موريتانيا هادئة مطمئنة، في حين أن موريتانيا، وسوف نشاهد بعد قليل مقاطع من الفيديو، الناطق الرسمي باسم الحكومة في موريتانيا رد على الريسوني، الحكومة الموريتانية بشكل رسمي ردت على الريسوني. لكن لأنه شيخ خرف وفقد أدبه وفقد أخلاقه وفقد عقله، رأى بأن يستفز الجزائر هكذا من الباب إلى النافذة كما يقال. قال هو في بداية مقاله، قال: بعدما سمي بتصريحات الريسوني لاحظ الجميع أن النظام الجزائري اهتز وتزلزل، وفي الحقيقة النظام الجزائري تجاهله تماما، وهاج وماج وقامت قيامته. وقد استغرب عدد المعلقين كيف أن كلمات معدودات من شخص منفرد ولبضع ثوان قد أحدثت كل هذا الربع والهلع لدى النظام الجزائري. با 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 با. بينما موريتانيا التي ورد ذكرها في السياق نفسه
وذهب المحرفون والمحرضون إلى أنني أشكل خطرا وجوديا عليها، لم تلقي بالا ولم تحرك ساكنا. أرجو من المخرج أن يضع رد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية. حتى هذا الشخص اللي سميته بخصوص موريتانيا تصريحات منكرة مستنكرة ومدانة مشجوبة مردودة لصاحبها ولكل من لديه معها من تلامس لديه أي هوى، ولا تستند أبدا ولا تستند لأي مصدر يقدر يعطيها أي نوع من الصدقية بها، اللي ضد شواهد التاريخ وضد شواهد الجغرافيا وضد القوانين والشرائع اللي تحكم الدول وتحكم العلاقة بين الشعوب والأشخاص، وضد أيضا السلوك اللي ينتظر من الناس على أن يعود ينشر الطمأنينة وينشر احترام الآخر وينشر عدم استفزاز الأشخاص، ولا فما تيها الشيء يقد يضفي عليها أي صبغة من المصدقية يسوى جلباب اللي بصاحبها، ولا أظن عندما نطق بهذا الكلام إلا تبرأ من أي جلباب يقد يعود جلباب الحكمة والله. الآن يعني ماذا نقول لهذا الشيخ الخريف؟ يعني حقيقة أصبحنا نستحي أن ننسب شيخا في هذا السن وفي هذا المنصب إلى الدين الإسلامي الحنيف، الدين الذي يفترض أن شيوخه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كان يجدر بهذا الشيخ أن يعتذر للمسلمين في موريتانيا وفي الصحراء الغربية وفي الجزائر ولكل المسلمين في كل الأرض، لأنه قد أتى بشيء لم يكن إطلاقا من أخلاق المسلمين، وهو إعلان الجهاد على المسلمين وعلى الناس ظلما وعدوانا. أقول ظلما وعدوانا لأن الكثير من الشعب المغربي قد انساق وراء أكذوبة سوقها قبل الريسون شيخه المعتل علال الفاسي، الذي رسم خارطة وقال هذه هي خارطة المغرب الأقصى كما سموه، ويقولون ويسوقون على أن الحدود الآن التي هي موجودة الآن هي حدود تركها الاستعمار. ولنفرض يا الريسوني، ولنفرض يا من يتعاطف مع الريسوني جدلا بأن هذه الحدود قد خلفها الاستعمار، ألم ترسم هذه الحدود بدماء الشهداء؟ عندما يتكلم الريسوني مثلا على أن المملكة تمتد إلى مثلا، نتكلم عن بلدي، عن إلى صحراء الجزائر، كم من شهيد مغربي دفع روحه في تلك المنطقة وبذل دمه؟ كل الذين استشهدوا هناك جزائريون، ودماء العقيد لطفي، الشهيد العقيد لطفي رحمه الله، ما زالت شاهدا في رمال الصحراء هناك. المفاوضون الجزائريون عفوا عندما كانوا في مفاوضات إفيان، ما هي الحدود التي كانت مرسومة أمامهم؟ وأين كانت المملكة آنذاك؟ الحدود يا الريسوني لا ترسمها الاتفاقات الدولية ولا المعاهدات الدولية، بل ترسمها حدود أو بل ترسمها دماء الشهداء. وأنت شيخ للإسلام وتعرف حرمة دم المسلم وحرمة دم الشهيد. رجال ماتوا في هذه المنطقة يا الريسوني، والكلام الذي تحاول أن تسوقه هو كلام باطل. وإذا أردنا أن نسوق للنظرية التاريخية التي تريدون ترويجها فقط لأسباب توسعية، هي فقط بطن الملك وكرش الملك كبيرة يريد أن يملأها. المسألة مش مسألة سيادة أو مسألة كرامة أو مسألة تاريخ كما تدعون، بل هي أطماع توسعية
وكرش الملك كبير جدا، يريد أن يلتهم، يريد أن يأكل ويأكل فقط. إذا أردنا أن نتكلم عن التاريخ، فالأمة الإسلامية والأمة العربية كلها كانت تابعة إلى الخلافة في الشام. إذن يحق إذا فعلنا نظريات التاريخ أن نكون تابعين للخلافة في الشام، وبالتالي من حق بشار الأسد الآن أن يطالب بقيادة وريادة كل المنطقة، وأن حدود بلده تصل إلى نصف الكرة الأرضية. ما هذا الكلام وما هذا الهراء؟ الشعب الجزائري بذل الغالي والنفيس من أجل أرضه ومن أجل بلده. أيضا الموريتانيون وهم من الشعوب المحترمة، الشعوب العربية المحترمة، شعب مثقف وشعب متدين وشعب له من البأس والقوة ما له، كيف لا وهم من سلالة يوسف بن تاشفين الذي قاد الأرض وقاد هذه قاد المنطقة في وقت من الأوقات من موريتانيا. هؤلاء لو فعلنا نظريات التاريخ كما تدعون فهم الأحق بالمغرب، وليس الملك أحق بهم. لا يمكن لعبد مملوك أن يحكم سيده، وملككم هو مجرد مملوك ومجرد أجير عند الصهاينة، كما هو ثابت الآن وكما أثبته التاريخ من قبل. إذا أردت أن تفعل نظرية التاريخ يا الريسوني بدل هذه ألعاب المراهقين، والتي يستحي المراهقون حقا أن يكتبوا مثل هذا الكلام وأن يتخذوا مثل هذه المواقف، كان يجدر بك أن تكلم وأن تنصح ملكك باسترجاع سبتة ومليلة، سبتة ومليلة التي يشتغل عليها الآن الكثير من النساء والعجائز المغربيات حمالات، ويطلق عليهن من الإعلام الإسباني يصفن تلك النسوة بالبغلات أمام مرأى وأسماع ملككم الذي لم يترك مجالا إلا وداس على كرامة الإنسان المغربي. كان يجدر بك يا الريسوني بدل أن تكتب مقالا حقيرا كهذا المقال الذي إذا أكد شيئا إنما يؤكد بأنك إنسان خدع فيه الكثير من الناس بما فيهم العلماء فجعلوه على رأسهم في إحدى المنظمات. كان يجدر بك أن تنصحه بترك التطبيع وعدم الانسياق وراء التطبيع والهرولة. والله من المضحكات المبكيات أن وفد المغرب في جامعة الدول العربية كان قد حاول وناور كثيرا من أجل إفشال القمة العربية التي سوف تعقد إن شاء الله في أول نوفمبر القادم هنا في أرض الجزائر. ما زالت الدبلوماسية المغربية بمساعدة وبمعية الكيان الصهيوني يحاولون قدر الإمكان إفشال هذه القمة فقط لأنها ستعقد في الجزائر، ولأن عنوانها البارز هو فلسطين، ولأن الجزائر الآن تعمل ليل نهار وتسعى من أجل مصالحة الفصائل الفلسطينية التي سوف تأتي هنا إلى الجزائر وتكون على قلب واحد وعلى كلمة واحدة. الملك المهرول الذي يترأس ما يسمى بلجنة القدس لم يستدعي يوما واحدا ولا مرة واحدة أي لجنة أو أي تحقيق أو أي عمل، ولم يدن مجرد إدانة جرائم الكيان الصهيوني على مدار رئاسته لهذه اللجنة التي ورثها عن والده الذي هو الآخر لم يكن خادما للقضية الفلسطينية بل كان خائنا لها منذ البداية. ما الذي قدمه هذا الملك يا الريسوني، ملكك وولي نعمتك، ما الذي قدمه للقدس وللقضية الفلسطينية؟ هل عقد اجتماعا؟ هل دعا إلى قمة طارئة؟ هل استنفر
الجيوش العربية والحكام العرب والشعوب العربية لنصرة القدس، لم يفعل ذلك على الإطلاق، بل الصمت والصمت المطبق. هذا الملك الذي يعيش في أوروبا وفي شوارع أوروبا في الحال التي رأيناه جميعا عليها، لا يبالي لا بالإنسان المغربي الذي هو يفترض أنه أن الملك هو ولي أمركم، هو لا يبالي بشؤونكم. وكان يفترض بك كعالم أن توجه نصحه أو نصحك له، بدلا من التهجم على الجزائر والتهجم على موريتانيا والتهجم على الشعوب العربية والإسلامية الأخرى والدعوة إلى الجهاد. كان الأولى بك أن تنصح ملكك بأن يتوقف عن إرسال الشباب المغاربة للعمل في الكيان الصهيوني كبنائين. العالم كله يعرف، وشاهدنا جميعا طوابير الشباب المغربي الفقراء وهم يصطفون أمام مكاتب العمل من أجل توظيفهم في شركات البناء الصهيونية. بناء ماذا يا الريسوني؟ بناء المستوطنات لليهود وتدمير البيوت على أصحاب الأرض، على الفلسطينيين. واسأل يا الريسوني عن سمعة المغربي في فلسطين. إذا كنت تريد أن تتكلم عن كما تكلمت هنا أنت عن النظام الجزائري وعن الشعب الجزائري، فإن راية الجزائر ترفع مع راية فلسطين في كل بيت في غزة. اسأل أين راية وعلم بلدك؟ وهو مقترن الآن بعلم الكيان الصهيوني. كلام يعني والله صراحة في الحقيقة هو لا يستحق الرد. يعني إذا ذهبنا إلى الأصل وإلى الواقع، هو كلام لا يستحق الرد، ولكن نحن يهمنا كثيرا أن نكشف وجهك القبيح بعد سقوط القناع عنك في ذلك الكلام الذي قلته في إحدى القنوات المغربية. كشفت عن وجهك القبيح، ولكن ما زلنا مصرين نحن أيضا على أن نناقش أفكارك، لأن هذه الأفكار للأسف الشديد هي التي تسوق الآن للشعب المغربي على أن كلامك هو الحق، في حين أنه هو الباطل بعينه. أنت لا تسعى من أجل توحيد المسلمين، بل تسعى من أجل تفريق شملهم وتفريق كلمتهم. أنت مثال للعالم السيء، علماء السلطان، علماء البلاط، الذين لا يجرؤون على قول كلمة الحق في سلطان جائر. يعني هذا المقال والله حقيقة سوف نضع بعضا منه في المخرج، سوف يضعه، ولكن عندما قرأته ولو لم يخبروني بأن كاتبه الريسوني لقلت بأن كاتبه شاب مراهق غير مؤدب ولا يملك ذرة من الأخلاق. وأيضا في الأخير أريد أن أوجه رسالة إلى الدبلوماسية المغربية التي انغمست في التآمر. الدبلوماسية المغربية الآن في الحضيض، لم تقدم ولم تحز على نصر واحد يمكن أن تشكر عليه، بدءا من استعداء الجيران إلى جلب عدو البشرية كلها اللي هو الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني ليس عدوا فقط للعرب والمسلمين، بل هو عدو للبشرية كلها لو عدنا إلى مواثيقهم. الكيان الصهيوني يرى في الإنسان الصهيوني والإنسان اليهودي هو الإنسان السامي والراقي، بينما بقية البشر هم مجرد حيوانات كما يقولون، هم لا يحترمون حتى الإنسان المغربي. ولو نرجع ونعود إلى ما يحدث الآن في المجتمع المغربي من محاولات تهويد، سوف نجد أيضا هو وضع الإنسان والكائن اليهودي فوق المواطن المغربي وأحق منهم بكل شيء. والآن الذراع الأيمن لهذا الملك الغائب، ذراعه الأيمن هو أزولاي اليهودي. كلام كثير كان بإمكانك يا الريسوني وأمثال الريسوني أن تثيروه ف
فتحوز على احترام الشعب المغربي أولا وعلى احترام شعوب المنطقة ثانيا وعلى احترام البشرية كلها لو قلتم كلمة الحق. وكلمة الحق ما أطيبها وما أجملها وما أحلاها عندما تبدر من فم عالم جليل محترم وليس مجرد مراهق شيخ عاد إلى مراهقته مثلك يا الريسوني. كانت هذه افتتاحيتنا لنهار اليوم، نلتقي إن شاء الله في افتتاحية جديدة. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.